السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اعتقال ممرضة في أحد المشافي في إزمير إخواني الكرام بسبب بطاقات اللقاح. تم الادعاء على ممرضة إخواني الكرام تعمل في أحد المشافي في إزمير بأنها قامت بتنظيم بطاقات لقاح لأحد أقربائها وهم لم يأخذون لقاح كورونا. يعني إخواني الكرام التهمة أنه هي عم تعمل بطاقات لقاح وتستخرج بطاقات لقاح أو هويات لقاح لأقربائها من غير أصلا ما هن يكونوا حاصلين على اللقاح نهائيا. طبعا بعد ما تم أخذ الممرضة على المحكمة تم إلقاء القبض عليها بالمحكمة بعد هذا الادعاء. إخواني الفكرة المهمة اللي لازم توصلكم واللي لازم تعرفوها، أنا من أول ما بلشت تطلع بطاقات اللقاح أو الدولة سمحت بهذا الشيء عملت فيديو، عندي فيديوهين على قناتي بخصوص استخراج بطاقة اللقاح للأشخاص اللي حاصلين على اللقاح. انتبهوا كثير يا إخوان، استخراج البطاقة تبع اللقاح هو مجاني، ما له مأجور نهائيا. حدا يقولكم تعالوا استخرج لكم اياها بالمصاري فهو غير مأجور نهائيا. هاي اول شغلة. الشغلة الثانية واللي هي الاهم يا اخواني، اي شخص كان اذا ما حصل على اللقاح مستحيل يقدر يستخرج هذا الشيء، واذا حدا قالكم تعالوا استخرج لكم هاي البطاقة فهذا الشيء بالقانون يعتبر جرم يا اخوان. طبعا هلا بنهاية الفيديو راح يطلع لكم يا اخواني فيديو انا عملته من شان استخراج بطاقة اللقاح، فيكم تشوفوه وتفوتوا للأشخاص اللي أخذوا اللقاح يستخرجوا بطاقة اللقاح بكل سهولة وبشكل مجاني. بالنسبة للحد هذا الوقت يا أخواني الكرام، اللقاح غير إجباري نهائيا، ما في شيء على هذا الموضوع. اللقاح غير إجباري، بإمكانكم تتلقوا اللقاح بشكل مجاني للأشخاص اللي بدها. طبعا بالوقت الحالي اللقاح لسه ما صار إجباري. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.